الحمد لله وشكر، حسينا بفرق واسع قبل وهسه، فرق كلش هواي يعني بهاي الحكومه الجديده، حسينا من ناحيه التبليط المناطق الزراعيه، من ناحيه الكهرباء، من ناحيه الخدمات، من كل النواحي. ونشكر هيئه الحجز الشعبي طوير ملحوظ بالمنطقه من ناحيه التبليط، الارصفه، عمل مستمر يعني جهد صباح وجهد مسائي مستمر العمل. لا لا احنا نلاحظ هذا الشيء. عمل مو طبيعي صراحة، عن عمل جبار. عملهم كان أول ما بلشوا بالشارع الرئيسي وانت تشوف هذا كان اللي هنا المي، يعني جهان تنقلهم من المدرسة بصعوبة جدا. هسه الحمد لله والشكر بدأ الجهد يشتغل ولا زالوا مستمرين. الكهرباء كانت عندنا صفر، نهائيا صفر. هسه الحمد لله باشروا المدراء العامين على الكهرباء والمشرفين، بارك الله بجهود الحشد، اشتغلوا مجاري ذبوا سبويس، كهرباء هسه هم جاي يشتغلون ايضا، وبارك الله بهم. شارك الجهد العالي لشركات وزارة النفط بتقديم الخدمات لناحية سبع البور، وحاليا أنجزنا مسافة كيلومتر و400 متر للطريق الحولي للناحية وبعرض 20 متر، ومستمرين بتقديم الخدمات داخل الأزقة والمحلات ضمن الناحية، وبانتظار توجيهات المحافظة ومديريات بلديات بغداد لإكمال مشروع تأهيل الطرق الداخلية للناحية. طبعا نشكر الجهد اللي دا تبذله، الجهد الهندسي. المنطقة تعبانة يعني، هاي دا نشوفها، خلف الله عليكم على هالعمل هذا. بدت الخير، بدأ نريد تبليط، نريد مجاري، نريد مستشفى. يعني يصير عندنا هنا ولادة، عدة مرات توفوا نسوان، توفت بالولادة على الطريق، زين أسعاف، واحدة اثنين تعبانات.
رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني، جزاه الله خير، مشكور من دز اللجنة هاي اللي تقصت الحقائق، نشوف يعني اكو شيء ملموس بعد زيارتهم، وان شاء الله جهدهم يستمر وعملهم يستمر بقضاء الطارمية. قضاء الطارمية منكوب. تم استلام 6 محلات سكنية مبدئيا من شركة المجاري، 4 منها تم اعداد كشوفات والمصادقة عليها، والبقية الاثنين حاليا في طور المصادقة. العمل يتضمن تبليط 6 احياء مع الشارع الرئيسي في قضاء طارمية. العمل يسير بوتيرة متسارعة في كل القطاعات، وإن شاء الله الكهرباء سيأخذ دوره في تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية لهذه المناطق الأربعة. كذلك تم إعداد ما مطلوب من عملية تأهيل المدارس وبناء مدارس جديدة. حضرنا اليوم ولمساعدة الهم الحكومة المحلية وكذلك الفريق الخدمي اللي سبقنا إلى الديوانية. الآن احنا عندنا 4 أحياء مهمة كبداية ومنطلق لحملتنا في الديوانية. اليوم احنا بمنطقة سيد محمد أبو شميلة، هذه منطقة حقيقة مترامية الأطراف، شوارعها طويلة وذات كثافة سكانية عالية ومحرومة من الخدمات. استنفار لكافة قطاعات الدولة واستخدام جهد الدولة بهذه المشاريع لتقليل الكلف، فبالتالي كان العمل بشكل سريع ومثابر لكافة قطاعات ونسب إنجاز جيدة، إضافة إلى ارتياح المواطنين لما يقدمه الجهد الهندسي والخدمي. الآن هناك كانت معوقات إدارية للعمل تم تذييلها، مؤسسات وشركات القطاع العام تم تسليمها المناطق لتكون بإشرافها وبإشراف فريق الجهد الهندسي. فيما يخص وزارة الدفاع، فالقاطع المستهدف فهي منطقة بوب الشام، 1 حزيران، والسريدات والإصلاح. الآن تقدم العمل في هذه المناطق، يتضمن فتح طرق وتسوية وتعديل وردم مستنقعات ورفع أنقاض وتهيئة للتبليط أو المجاري أو الماء أو الخدمات الكهربائية الأخرى اللي راح تكون ساندة لهذا الفريق. شاكر عاني في الحرية، وصلنا نسبة إنجاز 80%، إضافة إلى أنه عندنا منطقة البساتين الشارع الرئيسي أيضا نسبة إنجاز متقدمة، منطقة التاجيات دارت بلدية كاظمية نسبة إنجاز جيدة عندنا، وباقي المناطق حي الكوفة اللي بكمية العمل الأحجام أكثر من باقي المناطق. وصلنا إن شاء الله الأسبوع القادم أول عملية إكساء في حي الكوفة بعد إكمال الاختناقات المياه والمجاري.